الواضح أن الكرد ومنذ قرابة 100 سنة يقاتلون النظام في تركيا، وبالتحديد منذ أن بدأت ثورة الشيخ سعيد، من أجل استرداد حقوقهم والاعتراف بهم وبهويتهم عام 1925. إلا أن السلطات التركية المختلفة والمتعاقبة، علمانية كانت أم إسلامية، واصلت سياسة التمييز وتجاهل تلك الحقوق. تتبدل الأنظمة في تركيا التي تصعد إلى الحكم بنفس الشعارات والوعود، مستغلة أصوات الناخبين الموعودين بالحقوق والديمقراطية تحت عنوان عريض وبراق، حقوق المكونات، ليدرك الناخبون فيما بعد أنها مجرد دعاية استقطاب ولعبة سياسية، ليجدوا أنفسهم في دولة هي ذاتها ودوامة ومأساة تتكرر مفادها إهدار الحقوق في بلد يجهد زعماؤها منذ عشرات السنين لدخول البيت الأوروبي، ومتهم من قبل شعبه بممارسة أبشع أنواع التمييز العنصري والعرقي وحتى المذهبي بحقهم. وهو أمر يجعل ليس فقط من الصعوبة بمكان أن يلتحق بركب القطار الأوروبي، بل من المستحيلات لكونه ما زال ينتهك حقوق المكونات، وخاصة الكرد والعلويين الذين يشكلون أكثر من ربع سكان البلاد، حيث تؤكد إحصائيات أن عددهم أكثر من 30 مليون نسمة. والواضح أن الكرد ومنذ قرابة 100 سنة يقاتلون النظام في تركيا، وبالتحديد منذ أن بدأت ثورة الشيخ سعيد في فبراير، من أجل استرداد حقوقهم والاعتراف بهم وبهويتهم عام 1925. ويجب أن تتمتع هذه القومية بكامل ما يتمتع به أي مواطن تركي من حقوق، إلا أن السلطات التركية المختلفة والمتعاقبة، علمانية كانت أم إسلامية، واصلت سياسة التمييز وتجاهل تلك الحقوق رغم كل النداءات والضغوطات التي مارسها المجتمع الدولي ضد تركيا، ورغم التضحيات والاضطرابات. إلا أن ما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان والخشية التي تتناوب المحافل الدولية هي تجاهل النظام التركي لحقوق الكرد والعلويين، لأنهما الأكثر حرمانا من المشاركة في القرار السياسي والتمتع بالحقوق المتساوية مع بقية مكونات المجتمع التركي. وكما هي العادة، وقبل كل عملية انتخابية تبدأ المحاولات من قبل الأنظمة التركية لكسب ود الناخبين وأصواتهم، ويحاول حزب العدالة والتنمية القيام بدور الواعد والمنقذ، لكن على الفور لاقت الخطوات التي أعلن عنها رئيس النظام التركي أردوغان قبل أيام تجاه الطائفة العلوية في البلاد تشكيكا كبيرا في خلفياتها، خصوصا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو حزيران المقبل، فيما استمرت مساعي الحوار بين النظام نفسه والعلويين 13 عاما دون أي تقدم يذكر. وفي قطار السباق الانتخابي يظهر التنافس على ورقة المكونات بشكل واضح وكبير، فملف القضية الكردية هو في طليعة اهتمام الأحزاب المتنافسة في انتخابات 2023، وكذلك لسحب الأوراق المتاحة لدى أردوغان، وأيضا ربما لسحب تعاطف الكرد وتفاعلهم مع أحزاب المعارضة وصولا إلى احتمالات تصويتهم لصالحها. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر تنظيمها في يونيو حزيران عام 2023، يزداد المشهد السياسي الداخلي سخونة رغم عدم إعلان بدء الحملات الانتخابية رسميا. الملفت هذه المرة هو التراجع الكبير في شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحاولة بعض أحزاب المعارضة التوافق على مرشح توافقي لمنافسة الرئيس أردوغان، وتشظي الحالة الحزبية في البلاد، ومشاركة أحزاب جديدة في الانتخابات، ما يجعلنا أمام استحقاق مختلف تماما عن سابقاته. ولأن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأهم من البرلمانية بطبيعة الحال ما زالوا غير معلنين باستثناء أردوغان، ولأن طاولة الستة هي الإطار التنسيقي لستة أحزاب معارضة تريد العودة للنظام البرلماني، لم تتحول بعد إلى تحالف انتخابي كامل، وفي ظل الأجواء التي يتوقع أن تجرى في ظلها الانتخابات، ولأن أي متغير مهم حتى تلك اللحظة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في نتائجها، يمكن القول إن المعركة الرئاسية هي معركة رهانات بين الجانبين. فهل ستدرك المكونات بأن مسألة حقوقها في العملية الانتخابية هي دعاية استقطاب ولعبة سياسية؟ تحية عطيرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، يسعدنا أن أرحب بضيوف حلقتي لليلة. معي من أنقرة سيد عبد المجيد، باحث وصحفي ومتخصص بالشؤون التركية، ومن بروكسل الأستاذ حسين عمر، كاتب وباحث سياسي، ومن القدس الأستاذ زيد الأيوبي، كاتب ومحلل سياسي. ضيوف الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة.
أستاذ سيد عبد المجيد، اسمح لي لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك بالحديث عن الانتخابات التركية. ما هي الخطوط العريضة التي قد تميز هذه العملية الانتخابية في هذه الحقبة الزمنية عن باقي العمليات الانتخابية التي مضت؟ أولا مساء الخير يا بي، ومساء الخير على السادة الضيوف يعني وعلى السادة المشاهدين. أنا وسهلا. دلوقتي يا بي بخصوص الانتخابات دي، أعتقد إن هي انتخابات بتتميز بسمات معينة تخليها تختلف عن أي انتخابات مضت. وفي ظني إن هو الانتخابات اللي مفترض إن تجرب في يونيو العام القادم هي انتخابات مفصليه بالنسبه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ولحزب العداله والتنميه. وهي واعتقد ان هو المساله مرتبطه بشكل وجودي، لاما ان يكون الحزب العداله والتنميه في السلطه او لا يكون. طبعا او لا يكون في السلطه ده معناه حاجات كثيره جدا هتركب عليها تداعيات. لا اعتقد انه القائمين على حزب العداله والتنميه يريدوا ان يكونوا خارج السلطه. والرئيس التركي بالتالي كمان لا يريد بالمرة أن يكون خارج السلطة. ليه؟ لأنه تركب على جاكا هو في غنى عنها وكل أركان نظامه يعني إنجاز هذا الكعبير. فبالتالي الانتخابات هنا انتخابات مهمة. وبالمناسبة الإعجاج لهذه الانتخابات بس مش بيجرى دلوقتي، لا هي من سنة في إسكعجاجات على هذه الانتخابات. بمعنى انه إجارة الانتخابات، يعني انت عارف حضرتك انه الصندوق فعلا شفاف والصندوق نفسه ده مفيش كلاعب فيه، يعني الا فيما نجر، لكن الصندوق في حد ذاته مفيش كلاعب، لكن الكلاعب ممكن يحدث فيما قبل الصندوق، وهو ده اللي بيحدث حاليا في خلال من السنه اللي فاتت ولحد الانتخابات، يعني ممكن سنتين. يعني ليه بيعمل ده؟ لانه العجاله والتنميه زي ما بقول لحضرتك هي مساله وجوه، نكون او لا، وهي انتخابات مفصليه بكل ما تحمله الكلمه من معاني. الحاجه بقى الثانيه اللي بتتصل بموضوع الحلقه او التقرير، مع التحفظ طبعا مع بعض ما جاء في التقرير، لكن في حاجه مهمه الا وهي حزب الشعوب الديمقراطيه اللي هو بيتحدث باسم اكراد تركيا. هذا الحزب هو رمان المثل. اي رئيس او اي حزب، يعني رئيس الجمهوريه بالذات، رئيس الجمهوريه لن يكون هناك رئيس للجمهوريه التركيه بدون دعم حزب الشعوب الديمقراطيه. بيت القصيد سيد عبد المجيد، نعم هذه النقطه هذه النقطه هي بيت القصيد ومربط الفرس في الحديث عن حقوق المكونات في ظل هذه الدعايه الاستقطابيه واللعبه السياسيه على اكثر من مرحله زمنيه في داخل تركيا. نسال الاستاذ حسين عمر عن ابرز المواضيع الساخنه في انتخابات 2023 وعلى راس القضيه الكرديه، كيف تراها، كيف تقراها استاذ حسين عمر هذه المساله؟ مساء الخير. أعتقد بأن القضية الكردية أصلا موجودة على أجندات الانتخابات التركية منذ الأزل، منذ تكوين الدولة التركية الحالية وحتى الآن، لكن هذا لم يؤثر أبدا على طرح هذه القضية بشكل حقيقي من قبل أي حزب أو من قبل أي توجيهة استطاعت أن تحصل على أصوات الشعب الكردي أو جزء من الشعب الكردي ووعدت ولم توفي. القضية الأخرى غير القضية الكردية، هناك أيضا الموضوع الاقتصادي مهم جدا جدا في هذه الانتخابات. هناك تململ، هناك فقر، هناك الليرة التركية أصبحت تقريبا 19 دولار ب 19 ليرة تركية. هناك موضوع الرواتب أيضا، يعني ليس فقط القضايا القومية والقضايا المكونات أو قضايا الطوائف الموجودة المضطهدة في تركيا هي الأساسية، ولكن موضوع الطاقة أيضا في هذه الفترة. هناك خلال 3 أشهر رفعت حكومة أردوغان أسعار الطاقة 3 مرات أو مرتين على الأقل في فترة 3 أشهر. لهذا أعتقد بأن التضخم الموجود أيضا الذي يتعدى 80% في المرحلة الحالية، وهي
باعتقادي الأعلى تقريبا بين دول العالم إن لم نكن هي الأسبق، لكن كل ذلك سيؤدي إلى رؤية جديدة أعتقد في الشارع التركي. موضوع القوميات وموضوع الأقليات وحقوق الشعوب هذا وضع آخر، لكن الشعب التركي الذي سيتوجه إلى صناديق الاقتراع سيختار من يستطيع أن يؤمن له لقمة العيش. وصل إلى قناعة بأن أردوغان يسحب منه هذه اللقمة. أردوغان في بدايات عهده استطاع أن يحسن الوضع الاقتصادي التركي، وقد ساعدته الأجواء الدولية والجغرافيا السياسية التركية أيضا ساعدته في ذلك، لكن الآن هذه المكتسبات التي حققها أردوغان تذهب أيضا هباء منثورا، فهو لا يستطيع بعد الآن. صحيح أنه يوميا يعقد حوالي وسطيا اجتماعين جماهيريين أو اجتماع جماهيري كل يوم، ويوعد ويعني يوسع البشائر على الشعب بأننا سنحقق كذا وكذا، ولكن هذه الأمور كلها ستكون مفصلية، وأعتقد بأن أردوغان سيواجه متاعب كبيرة في الانتخابات. نعم، يعني هذا موضوع الحلقة، يعني بحقيقة الأمر سنركز أكثر على مسألة القوميات والمكونات، يعني الحلقة تدور عن هذا الموضوع على وجه الخصوص. أستاذ زيد الأيوبي ضيفي من القدس الكاتب والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك، وجدد لك التحية الآن، بت معنا جاهز. مساء الخير استاذ زيد. اهلا اهلا اخي وعد، يا اهلا بك لك ولضيوفك الكرام. اهلا وسهلا. بالحديث عن العمليه الانتخابيه، نرى المساله في غايه الاهميه ولها بعدان متناقضان. الحديث عن المكونات الداخليه، نتحدث عن الكرد، القوميه الكرديه، نتحدث عن الطائفه العلويه، مهمشه مسلوبه الحقوق، مساله الاضطهاد موجود على مر 100 سنه يعني، و تعاقبت العملية الانتخابية مرارا وتكرارا، نفس الوعود تطلق ولكن لا يطبق منها شيء، فقط المسألة رحلة بحث عن أصوات ناخبين. الحديث عن الجهة الأخرى، 200,000 أجنبي بين سوري وأفغاني وجنسيات أخرى تم تجنيسهم وأكثرهم سوريين، هناك خوف الآن في الداخل التركي من استثمار أردوغان لهذه الأصوات. كيف نقرأ ونفسر هذين الأمرين المتناقضين حقيقة أستاذ زيد؟ يعني بداية أخي وعد، تحياتي لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. أهلا بك. يعني لا شك أنه الانتخابات الانتخابات التركية القادمة تلقي بظلالها، وهي محور حديث الآن في المنطقة وليس فقط في تركيا. ولكن أنا في اعتقادي أنه أردوغان الآن هو يواجه مسارين. المسار الأول هو أنه تبقى قوى المعارضة مفتتة ومختلفة فيما بينها ولا تتفق على مرشح للرئاسة، وبالتالي أردوغان سيفوز ليس لأنه قويا ولأنه يعني يتمتع بشعبية عارمة، وإنما لأن خصومه غير مؤتلفين وغير متوحدين. المسار الثاني هو أنه تتوحد المعارضة وتتفق على مرشح لها، ويحاول أنه يعالجوا المسائل الخلافية بينهم في سبيل أو تأجيل المسائل الخلافية بينهم في سبيل إسقاط الطاغية أردوغان. أنا في اعتقادي أنه هذان المساران يسيران في مع بعضهما البعض الآن في هذه المرحلة، ولا ندري الأيام القادمة ماذا يعني ماذا ستكتب في هذا السياق، ولكن أنا في اعتقادي أنه سيكون في هنالك أو ما أعتقده وفقا لرؤيتي الشخصية، وأنه المعارضة ستتفق على مرشح في مواجهة أردوغان. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، في حال أنه أردوغان خسر الانتخابات، هل سيستسلم أردوغان؟ أردوغان الذي غير القضاء ودمر القضاء وعين مكان القضاة السابقين الذين معروف لهم بالنزاهة، عين خلينا نقول بريم شرمحي، عين جماعته، وبالتالي
ايضا في اجهزه الامن، المخابرات، الجيش الى اخره. هذا الامر كله مجتمع يتيح لاردوغان فكره تزوير الانتخابات وتزوير نتيجه الانتخابات من اجل البقاء في سده الحكم. انا في اعتقادي ان اردوغان يفكر كثيرا كيف يزور هذه الانتخابات في المستقبل، وكيف يتكئ ويستند على قضاء فصله تفصيلا من اجل هذه الانتخابات تحديدا، ومن اجل حسم نتيجه هذه الانتخابات القادمه لمصلحته. خلينا نقول انه ونضيف انه اردوغان عنده بعض اوراق القوه، وهي الناس اللي جاءوا من خارج تركيا اللي بيسموا حالهم، خلينا نقول او يطلقوا على انفسهم او تم اطلاق عليهم انهم لاجئين، جنسهم، فتح المجال لهم يستثمروا، وهؤلاء في غالبيتهم محسوبين على توجه أردوغان وتوجه حزب العدالة والتنمية. لا نقول عن 6 مليون لاجئ، نحن نتحدث عن حوالي 300 إلى 400 ألف لاجئ يريدهم أردوغان في الداخل التركي من أجل التأثير في العملية الانتخابية لضمان بقائه في الحكم. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، هنالك معارضة، وهذه المعارضة التي يتزعمها كمال أوغلو، وهنالك رموز كثيرة للمعارضة وللأحزاب، خلينا نحكي حزب الشعوب الديمقراطي اللي هو الحزب ذات البعد الكردي، كل هذه الأحزاب تجتمع فيما بينها بغض النظر عن الخلافات التي بينها، ويقولون عن أنفسهم معارضة. إذا كانوا معارضة حقيقية فعلا، وأنا هون بحكي للجميع وأتمنى أنهم يسمعون، إذا كانوا معارضة حقيقية ويريدوا إسقاط أردوغان، فالآن الفرصة جاءت لهم على طبق من فضة. إما أن يتوحدوا ويقفوا مع بعضهم البعض في مواجهة أردوغان فيسقطوه، وإما أن يصمموا على خلافات داخلية بينهم ويعود أردوغان لسدة الحكم، وتبقى عجلة المشكلة التركية شغالة في المنطقة. طيب أستاذ زيد، خليني أخذ وجهة نظرك سيد عبد المجيد بمسألة المراهنات، يعني المعارضة على ماذا تراهن ضد أردوغان في هذه العملية الانتخابية عام 2023، بالإضافة لنقطة في غاية الأهمية وجوهرية جدا، مسألة المكونات، الزيارات التي قام بها أردوغان إلى أبناء الطائفة العلوية، الوعود، وأيضا الزيارة والجولة في المدن الكردية. سيد عبد المجيد. أولا يا بي، طبعا بالنسبة لموضوع المعارضة، في ظني أن بيتقال على أن المعارضة مش متحدة، وأن المعارضة لم تتفق، وأن المعارضة ضعيفة. أظن أنه هو جاء الخطاب اللي بيروجه حزب العجالة والتنمية، بمعنى كان أن المعارضة التركية أعتقد أن هي مختلفة، وأن المعارضة التركية أشد تمسكا مقارنة بفترات سابقة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمدن الكرديه وللطائفه العلويه، لا اعتقد انها تكون لها نتائج ايجابيه على حزب العجله والتنميه، بالعكس. يعني لانه الناس بتبص هنا ان انت جايلنا في مأزق، ان انت حاسس ان انت في مأزق، استطلاعات الرأي الحقيقيه من خلال مراكز مستقله بيقول ان حزب العجاله والتنميه في تراجع، تمام، وانه وشعبيته بتتناقص، ومن ثم فحزب العجاله والتنميه في مأزق وعايز مزيج من الانصار، وعايز يقدم اوراق للغالبيه الكرديه في مدن جنوب شرق تركيا. ازاي انت جاي مدن جنوب شرق تركيا اللي هي غالبيه بلدياتها المنتخبه تم اقصائهم وتعيين اوصياء على هذه المدن؟ فمن ثم هذه الزيارات لا اعتقد انها تكون لها تاثيرات ايجابيه على الناخب الكردي. بعباره ثانيه، الناخب الكردي هو هيصوت في 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 بالنسبه للرئاسه هيصوت مؤكد لأي شخصية غير الرئيس أردوغان. جاء أمر مفروغ منه، سواء كان كمال كليكشجاروغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أو أكرم إمام أوغلو، أو منصور يواشي.
فدي مسألة ممكنة. أما بقى الأقلية العلوية، الأقلية العلوية مع الأسف كان بكم مخاطبات كذا مرة وكم الوعود ليها ولم يحدث أي شيء من هذه الوعود، يعني مع خروج العجالة والتنمية، دي مش أول مرة بالمناسبة، مع خروج العجالة لا والتنمية في كم التقاء يا تهجم. سيد عبد المجيد، يعني هذه النقطة هي في غاية الأهمية. أمري مسألة، هناك مثل بالشام، أن بالشام بيقولوا اللي يجرب المجرب عقله مخرب. يعني هذه المسألة على وجه الخصوص مسألة وعود حزب العدالة والتنمية وأردوغان للطائفة العلوية الكريمة في الداخل التركي، وعود عمرها 13 سنة. يعني بالظبط في هذه الفترة الطويلة لم يتم تنفيذ أي من تلك المطالب ومن تلك اطلاق. الوعود، فإذا بأي اطلاق. وجه وعلى ماذا يراهن أردوغان هذه المرة بتقديم انا نفس بقول الوعود؟ لحضرتك على حاجه، انت دلوقتي لما اخبك على البيج على بيك، ما انا هفتح لك الباب نعم. بعد ما تمشي، جا موضوع تاني. يعني هي جد هي جا انا في رايي ان هو جا بس تعالى يلا نصور من اجل اللقطه، انما حقيقيا بموضوعيه لا اعتقد ان الاقليه العلويه هتصوت لحزب العجله والتنميه. الاقليه العلويه يعني كارثيا كارثيا من ساعه من تاسيس الجمهوريه التركيه وخدت مكتسبات كثيره من في ظل حكم في ظل الكماليه، هي اوتوماتيك بتج للعلمانيين، ومن ثم الاقليه العلويه هتج برضه لرئيس او لاحزاب، ليس الرئيس رجب طيب اردوغان وليس حزب العجاله والتنميه. جه مسائل مفروغ منها، لكن مش معنى كده انه حزب العجاله والتنميه هيستسلم بسهوله، لا، حزب العجاله والتنميه ليه ارجيه وارجيه مهمه في عمق الاناضول، وهو جاء مربك الفرس، يعني بيك القصيد ومربك الفرس انجاز هذا التعبير. وبالمناسبه المعارضه صحيح اخترقت هذا الطابو اللي هو عمق الاناضول، لكن لم تسيطر عليه بشكل كامل مقارنه بحزب العجاله والتنميه. ليه السبب؟ السبب طبعا بانه حزب العجاله والتنميه بينقلق من منطلقات قوميه ومن منطلقات دينيه ومن قيم محافظه اللي هي سمات عمق الاناضول، ومن ثم الانصار دول موجودين وبيتمجدوا. شايف ساعتك ازاي؟ يبقى معنى كده ايه؟ انه الفتره اللي جايه هتشهد زخم، هتشهد صراع بكل ما تحمله الكلمه من معاني، مين اللي هي ممكن ان هو هيقدر يكسب اكبر قدر ممكن من الناخبين. وارجع اقول ان حزب الشعوب الديمقراطيه كل المعارضه بتراهن على هذا الحزب. ليه؟ لان الحزب وفقا لاستطلاعات الراي لن يحصل إلا على 13% في أقل تقدير، سواء لو هو لو ترشح مثلا أجل منافس لرئيس الجمهورية زي ما عمل صلاح الدين مركاش. صلاح الدين مركاش خد 13%، شايف سعادتك إزاي؟ وبالتالي حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية لن يقل عن 13، فهو ضمانك الميزان. المعارضة دلوقتي لازم تقدم خطوات محددة بحيث بوعود قابله للتنفيذ لحزب الشعوب الديمقراطيه على اساس ان هو يساندها. بس انا عايز اشير الى نقطه مهمه، من الصعب يعني التجاهل انه يعني انه من ان العجله والتنميه لا يجري اتصالات مع اعلى المستويات في حزب الشعوب الديمقراطيه، او بمعنى اخر ما فيش شك انا اظن واعتقادي ان هناك اتصالات بتتم مع زعيم حزب منظمه حزب العمال الكرغسكاني اللي هو عبد الله اوجولان في محبسه في امراليه، والراجل قال ما زال ليه تاثير على غالبيه الاكراد في عموم تركيا. واظن ان في ان الاتصالات بتتم على اساس انه يحصل في نوع من الرسائل إذا لم تكن مؤيدة لحزب العجلة والتنمية فعلى الأقل أن يكون محايدة، وهو قال اللي عايزه حزب العجلة والتنمية واللي عايزه. طيب يعني حضرتك أثرت نقطة في غاية الأهمية ويدور في فلك نقاشنا لليلة أستاذ حسين عمر، لابد أن تدلو بدلوك بكل هذه النقاط المهمة في مسألة مصير الانتخابات التركية ونتائجها. يعني أعتقد بأن مصير هذه الانتخابات غير معروف حتى هذه اللحظة. أولا بسبب التشتت المعارضة، أنا لا أتفق مع الأستاذ السيد من أنقرة بأن المعارضة موحدة. المعارضة حتى هذه اللحظة لم
تريد أن تجلس رسميا مع حزب الشعوب الديمقراطية، بالرغم من أن حزب الشعوب هو بيضة القضبان في هذه الانتخابات وكل الانتخابات التي جرت في تركيا منذ تأسيس هذا الحزب وحتى هذه اللحظة. هناك رفض من قبل العديد من القوى المنضوجة وخاصة حزب جيد أو مرال أكشنر بأي تعامل أو تفاوض مع حزب الشعوب الديمقراطية. لذلك حتى حزب الجمهوري الذي هو بحاجة شعب الجمهوري هو بحاجة كبيرة جدا لأصوات حزب الشعوب، ولولا حزب الشعوب لما كان أكرم أوغلو الآن رئيس بلدية إسطنبول ويدركون ذلك، وبالرغم من هذه الحقيقة حتى هذه اللحظة هم يحاولون، وهذا اعتقاد مني بأن كمال أوغلو أيضا وكذلك المعارضة بشكل عام تقول بأن حزب الشعوب ستصوت لنا لأنه لن يصوت لأردوغان، وهذا المفهوم أعتقد بأنه ليس صحيحا. إذا اقتضى الأمر بالنسبة لحزب الشعوب لا فرق بالنسبة للكردي وبالنسبة للقوميات المضطهدة في تركيا، لا فرق بين رؤية المعارضة ورؤية حزب العدالة والتنمية أو رؤية الحكم الآن النظام القائم في تركيا من موضوع الأقليات. حتى الآن المعارضة التي اجتمعت وبستة أحزاب لم تقدم برنامج يخص حقوق القوميات وأي يعني قضية الكردية هي الأساسية كما هو معروف في تركيا، ليس لهم برنامج بخصوص حل هذه القضية. لذلك هناك تشتت داخل هذه المعارضة، وهذا ما هذا التشتت يدعم موقف أردوغان. إذا خرج حزب العدالة والتنمية بأصوات أكثر وسيطر على البرلمان أو على الأقل جاب أصوات أكثر أو مقاعد أكثر داخل البرلمان، فالسبب يقع على عقلية وشوفينية أحزاب المعارضة التركية التي لا تريد التخلص من القوقعة القوموية الطورانية حتى هذه اللحظة. الحقيقة كل الأحزاب المعارضة الرسمية في تركيا ما عدا حزب الشعوب تتفق على نقطة واحدة، وهي اللاءات التي قدمها أردوغان منذ 2008 وحتى هذه اللحظة، والتي يقول دائما ويكررها علم واحد ولغة واحدة وقومية واحدة إلى آخر هذه اللاءات. كل الأحزاب المعارضة من كمال من حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وبقية الأحزاب حتى حزب السعادة وحزب بابا جان وحزب أحمد داود أغلو الذين لا يشكلون شيئا الآن بالنسبة لاستطلاعات الرأي، هم ضمن ذلك المفهوم الإيديولوجي القوموي الضيق ينظرون إلى المسائل داخل تركيا. لذلك أعتقد بأن الوضع ما زال غامض أن يتحقق أي مراقب أو أي إنسان منه، ونجاح أردوغان حتى هذه اللحظة هو غير وارد. إذا استمرت المعارضة في نهجها سيكون هناك رأي آخر أعتقد للشارع، الشارع الكردي في الذين يصوتون دائما لحزب الشعوب الديمقراطية سيبقون يصوتون لهذا الحزب في مهما توجه ذلك. طيب يعني بفهم منك أستاذ حسين ومن السيد عبد المجيد من قبل بأنه في حال لو بقي هذا الحزب على الحياد أو الكرد في تركيا بقوا على الحياد ومنحوا الصوت فقط لحزب الشعوب الديمقراطي، مسألة نتائج الانتخابات كيف ستكون في ظل تدني شعبية العدالة والتنمية والحديث عن تشتت في المعارضة كما تم الوصف بأنها بيضة القبان؟ يعني حزب العدالة والتنمية يبقى حتى هذه اللحظة ذات الشعبية الأكثر بالنسبة لاستبيانات الرأي، وأردوغان هو الأكثر
حتى هذه اللحظة مقارنة بكمال أوغلو وغيره من المرشحين هو الأوفر حظا حتى هذه اللحظة بالنسبة ل ماذا يسمونه استبيانات الرأي التي استطلاع الرأي العام في تركيا. نعم استطلاعات الرأي التي تحصل في تركيا. إذا استثنينا حزب الشعوب الديمقراطية من هذا الموضوع وإذا بقي على الحياة وإذا لم يستطع المعارضة أن تعطي طمأنينة وبعض كتابيا لحزب الشعوب الديمقراطية وأن لا تتحدث عن القضية الكردية وأن تتبنى هذه القضية على الأقل بخطوطها الأدنى أو بخطوطها العريضة، أعتقد بأن أردوغان سينجح في الانتخابات. طيب أستاذ حسين، لم يعني يقدم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أو جماهير حزب الشعوب الديمقراطي الأصوات له. أستاذ زيد الأيوبي، مسألة البعد الخارجي في هذه العملية الانتخابية والحديث عن ما وصلت إليه تركيا من حجز للحريات كما يقال، مسألة تجنيس وورقة أردوغان الذي يعتمد عليها أكثر من 200,000، مسألة رهانات المعارضة، أنت حضرتك كيف ترى كل هذه الأمور وموقع حزب العدالة والتنمية من ما يجري الآن؟ يعني خليني أحكي لك ابتداء، أنا أختلف مع ضيوفك حول أنه أردوغان هو الأقوى شعبيا. أردوغان اليوم استطلاعات الرأي بتعطيه من 30 ل 34% الأصوات في حال حصلت الانتخابات اليوم، علما بأن معارضيه حافظوا على قوتهم حسب استطلاعات الرأي المتكررة منذ 3 سنوات. بكل الأحوال أردوغان اليوم هو يقود تركيا نحو الهاوية، والشعب التركي يرى ذلك بعينه. انتشار الفقر والبطالة وضرب الاقتصاد وانهيار الليرة التركية، حتى المنتجين والمصدرين للبضائع التركية بدأوا يضغطوا على أردوغان لماذا تفعل في المنطقة، هنالك مقاطعة كبيرة لبضائعنا. وبالتالي الصحافة أيضا، أردوغان ارتكب مجزرة كبيرة بحق الصحافة والصحفيين وبحق المحامين وبحق الكثير من كتاب الرأي. وبالتالي أنا في اعتقادي أن أردوغان صورته تشوهت كثيرا في الفترة السابقة، وهو لم يعد ذلك الرجل الذي من الممكن أن نتحدث عنه أنه الرجل القوي في تركيا. ولكن في المقابل احنا خلينا نرجع للمعارضة، انا في اعتقادي ان المعارضة التي تواجه أردوغان لا يعني هي يعني خليني احكي لك الفكرة انه هي معارضة تستخدم عقلها وتعرف جيدا ان هنالك في صراع سياسي كبير في داخل تركيا، وبالتالي الفرصة القادمة وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إما أن تكون هذه المعارضة قد أثبتت نفسها وحصلت على نتائج تغير الواقع التركي، وإما هذه المعارضة ستقوم بأدوار أو بسلوكيات تصويتية تخدم أردوغان. في موضوع حزب الشعوب الديمقراطي واللي ضيفك مع الاحترام من تركيا سيد عبد المجيد قال انه يعتقد جازما بان هنالك مفاوضات مع القائد عبد الله اوجلان من اجل التاثير على الحزب للتصويت لكتله اردوغان او لحزب العداله والتنميه، انا في اعتقادي الجازم بانه القائد عبد الله اوجلان لا يستقبل اي من مجرمي حزب العدالة والتنمية في مكان أسره، وهو وفي للأكراد ووفي للقضية الكردية، ولا يمكن أن يساوم عليها مهما كانت مهما بلغت الظروف ومهما كانت الأسباب. وطرح هذه الفكرة في برنامج من هذا النوع أنا في اعتقادي مسيء للقضية الكردية ول
القائد عبد الله أوجلان الذي نحترمه ونقدره ونجله ونعتبره رمزا للحرية، ليس فقط على مستوى القضية الكردية وإنما على مستوى العالم أجمع. وبالتالي إذا قدر لهذا القائد العظيم أن يؤثر في الانتخابات فإنه سيقول للأكراد توحدوا وأسقطوا هذا الطاغية أردوغان. أنا أثق بهذا بما أقول. أردوغان آن الأوان أن يسقط، ويجب على الجميع أن يتكاتف ويتحالف من أجل إسقاط الطاغية أردوغان، من أجل التوطئة لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في المنطقة، سواء في المنطقة العربية أو بحق أهلنا الأكراد. يجب أن يحاكم هو وكل أقطاب حكمه أمام محكمة الجنايات الدولية حتى يأتي هذا اليوم الذي ينتظره كل الضحايا، بأن نرى أردوغان خلف القضبان يحاكم ويكون عبرة لكل الطغاة في هذا العصر. سيد عبد المجيد، مسألة الأولويات والقضايا الأولى في أجندات إن كانت المعارضة التركية أو إن كانت حزب العدالة والتنمية، إن كان حزب العدالة والتنمية، إلى أي مدى موجود بالفعل في المراتب الأولى مسألة المكونات، القضية الكردية، الطائفة العلوية، ومن ثم الأمور الأخرى الاقتصادية وكل تلك المشاكل التي حلت بتركيا منذ استلام حزب العدالة والتنمية؟ هل ستجمع كل هذه الأمور الأتراك المعارضين لإسقاط هذا الحزب، أم أن المسألة كما قال الأستاذ حسين عمر القضية الكردية يعني هي بشكل أو بآخر تجمع بين كل القوميين الأتراك، أم ماذا أستاذ سيد عبد المجيد؟ تمام يا بيه. طبعا صديقنا العزيز من الأوبس الأستاذ زيد، طبعا بختلف معاه تماما، لأنه أن حصل اتصال بالفعل بين حزب العجالة والتنمية وعبد الله أوجلان في محبس في إمرالي، كلام ده كان في 2012 في 2012 وكان مكسريب جاء مؤخرا من في الثلاث سنين اللي فاتوا، ده بس نقطة نظام يعني. تمام. الحاجة الثانية انه سعكت مثلا انه المعارضة التركية لا قدر ان هي لحد دلوقتي تقول ان هي مع او الشعوب الديمقراطية، حزب الشعوب الديمقراطية. طب السؤال ليه؟ لانه خايفين من انصارهم. معنى كده ايه؟ ان في قطاعات عريقة من المجتمع التركي لسه متوجسة وشايفة انه حزب الشعوب الديمقراطية هو ذراع لمنظمة حزب العمال الكردستاني اللي هي مسؤولة عن قتل الالاف من الاكراد الى اخره. فلكن مش معنى كده ان المعارضة مسكسمة، لا، في كسر لهذا الكابو اللي بيروجه المحافظين والقوميين. دي حاجة. الحاجة التانية انه المكونات العرقية التركية موقعها ايه في الانتخابات القادمة. مفيش شك انه البعد الاقتصادي هو الملح، دي نمرة واحد. النمرة اتنين انه المكونات اللي هي القرجية او العلوية كمان هي بتعكف في مركبة يعني اقل من الاوضاع المعيشية اللي بيعاني منها المواطنين. طبعا الاقتصاد طبعا زي ما حضرتك عارف كجني تدهور الريقه، الليره، العجز الجائم في ميزان المدفوعات الى اخره الى الى الى، وجات كمان مساله الحرب الاوكرانيه كفاقمه الاوضاع الى. فبالتالي هو اللي يهم راجل الشارع النهارده هو تحسين احواله المعيشيه. المعارضه طبعا في المكون الكردي على وجه التحديد، على فكره حزب الشعوب حزب الشعب الجمهوري ضامن ان العلويين هيصوتوا معاه. اما بقى بالنسبه للاكراد زي ما قلت لحضرتك ان هم اللي هو حزب الشعوب الديمقراطيه هو رمانه الميزان، هو ده المعجله. ما فيش شك ان الشعب ان حزب الشعب الجمهوري هو اكثر وضوحا او اكثر جرأه انجاز هذا التعبير اقتصاد لهذا الملف. طبعا انت عندك حزب المستقبل اللي هو بيقود جاوج اوغلو، وحزب الجيفة اللي هو التنمية والديمقراطية اللي هو بيتزعمه علي باباشار، طبعا دول اساسا كانوا جزء من النظام وكان جزء من العجلة والتنمية، فبالتالي اطراحاتهم من حزب الاجيال الكردية ضعيفة، وفي نفس الوقت هو وجودهم في الخريطة السياسية ضعيف، يعني لا يأمن ان هم ياخدوا نسب في الانتخابات القادمة. يظل حزب الشعب الجمهوري، وشعب الجمهوري في ظني ان هو في اقتراحات وان هو اكثر جرأة زي ما انا قلت
في التصدي لهذا الملف المزمن. وعايز انبه الى حاجه برضه نكون منصفين، لا حصل على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا حصل بالفعل حلحله لبعض الاشكالات اللي كانت محرمه ان هو التقرب ليها، لا حصلت وحصل فيها التقدم، بس هو التقدم ايه بطيء، لكن حصل شايف ساعات ازاي، وجد هيبني عليه الشعب الجمهوري في تصوره. مثل ماذا سيد عبد المجيد؟ هذه النقطه في غايه الاهميه، مثل ماذا؟ يعني حضرتك تحدثت عن الجراه وعن نقاط، اعطيني امثله الان. هل هناك شيء في الاجندات يعني يبنى عليه لحل القضية الكردية في الداخل التركي؟ بص يا بي بص يا بي، يعني طبعا مش صدفة انه مثلا اورهان اورهان باموك مثلا انه يتكلم عن القضية الكردية بصراحة، وانه ده مكون مهجوم ويلاقي اذان صاغيه، دي نمره واحد. نمره اثنين حضرتك انه لا في الحديث بالهويه الكرديه، ان كان مثلا عندك ان وزاره الثقافه بتمول افلام ناطقه باللغه الكرديه كمان. وعلى فكره انت لما تروح منطقه غازي عنكب ومنطقه جيربكر تقريبا الناس بتتكلم باللغه الكرديه، سواء في المقاهي في المحافل في عروقك الحكومه نفسها. فانا عايز اقول انه في لا في في حصل كسر لهذا الكابو اللي كان ايه اللي كان محروم او كان ممنوع الحديث فيه، لكن طبعا مش بالشكل المأمول او اللي يأمله حزب الشعوب الديمقراطيه. طيب سيد عبد المجيد، يعني الكلام في غاية الأهمية، ولكن لضيق الوقت أنا ضل معي 7 دقائق، راح أحاول أكون عادل بتوزيع الأدوار لو سمحت لي أستاذ حسين عمر. مسألة الأجندة، الحديث عن الوعود الانتخابية، الحديث عن القضية الكردية وعن الطائفة العلوية وعن باقي المكونات المهضومة حقها في الداخل التركي، الخط العريض أو الأجندة الأكثر وضوح الذي يطالب بها الكرد في الداخل التركي والذي تمنع تركيا تحقيقها بكل أطيافها الحزبية والسياسية كما أشرت حضرتك، ما هي؟ يعني الديمقراطية لتركيا والحقوق القومية للشعب الكردي. طرح حزب الشعوب هو طرح الإدارة الذاتية للمناطق ذات الأغلبية الكردية، وهذه الإدارة الذاتية يجب أن يكون ذات استقلالية داخل هذه المناطق، يعني اللغة الكردية تكون لغة رسمية، لغة المدارس. أنا لا أتفق طبعا مع الأستاذ السيد من أنقرة عندما قال تغير، بالعكس المنطقة كانت تتحدث أغلبية حتى ملاطيا وآديا من قبل 30 سنة كانوا كلهم يتحدثون اللغة الكردية، الآن الجزء القليل يتحدث اللغة الكردية بسبب الخوف من ضغوطات السلطة، السلطات المتعاقبة وليس سلطة أردوغان فقط. يعني هناك ضغط كبير على الشعب الكردي، إذا كانت الحكومة تمول الأفلام فإن أردوغان يستخدم هذه الأفلام أو اللغة الكردية بسبب مصالحه القومية. إذا كان صحيحا لماذا يكتب في محاضر البرلمان التركي إذا تحدث أي برلماني من حزب الشعوب باللغة الكردية يكتب في محاضر جلسات البرلمان بأنها لغة غير مفهومة. قديما كانوا يكتبون إشارة إكس، لكن الآن يقولون أنها لغة غير مفهومة. تستخدم السلطة النظام أردوغان يعرف هذه الفائدة، يستخدم اللغة الكردية لأغراضه. فتح قناة اسمها درتا 6، هذه القناة تبث باللغة الكردية لكن تبث السموم على الشعب الكردي، ترفض حتى الاعتراف بالحقوق الكردية. ليس هناك مدرسة واحدة مسموح فيها أن يداوم بشكل كامل طلاب اللغة الكردية. نعود إلى الحديث عن ماذا يطلب حزب الشعوب الديمقراطية. كما قلت حزب الشعوب الديمقراطية مطالبه مطالب الديمقراطية لكامل تركيا، أن يكون هناك حكم برلماني في تركيا، هو ضد الحكم الرئاسي الذي أسسه أردوغان وجعل من نفسه دكتاتورا على رقاب الشعب التركي والشعوب التركية بشكل عام، منها الشعب الكردي أيضا. حقوق الطوائف الأخرى، العلويون مضطهدون، ليس فقط العلويين، حتى القلة القليلة من الإيزيديين مضطهدين، السريان مضطهدون، حتى العرب المتواجدون في الكثير من المناطق إن كانت في لواء اسكندرون أو غيرها مضطهدون.
هناك قومية واحدة، الدستور التركي يجب أن يتغير. حزب الشعوب الديمقراطية يطالب بتغيير هذا الدستور ببنود خاصة منه، وخاصة البند الذي يفرض أن جميع الذين يسكنون ضمن حدود تركيا الحالية هم أتراك، وهذا غير صحيح. نسبة الأتراك داخل تركيا لا يتعدى 35% الآن، بقية الأقوام أكثر من الأتراك بكثير. حتى أردوغان نفسه أصوله ليست تركية، الروم يتعدون 5 ملايين لكن تم تتريكهم. اللاز، هناك قوميات أخرى أيضا، الشعب الكردي يتعدى هذه القومية أكثر من 25 مليون نسمة. العلويون حتى أكثر نصفهم أكراد ونصف الآخر من الأتراك وبقية القوميات. لذلك الصراع الآن في تركيا أو ما تطالب به حزب الشعوب الديمقراطية حل هذه المسألة دستورية. نعم نعم أستاذ حسين، ضل معي أقل من 3 دقائق حتى لا أظلم أستاذ زيد، اسمح لي. المطالب دستورية في رحلة البحث عن حقوق وفي ظل هذه المدة الزمنية وكفاح القوميات في الداخل التركي، نهاية الأمر والسيناريو كيف سيكون بعد الانتخابات برأيك أستاذ زيد؟ يعني أنا في اعتقادي أنه هاي المسألة الكردية والنظرة التركية لأهلنا الأكراد لن تتغير، حتى تتغير تحتاج لشجعان قائد أو قائد شجاع تركي يقفز عن هذه المسألة ويعطي الأكراد كامل حقوقهم ويوقف الاعتداء عليهم خارج الأراضي التركية. أنت تعلم ماذا يحدث الآن في عفرين وفي هذه المناطق وحلب وإلى آخره وشمال شرق سوريا، وأيضا في بعض المناطق في العراق وإلى آخره. وبالتالي أنا في اعتقادي أنه القضية الكردية ستستمر الآن وبعد 10 سنوات وإلى آخره، حتى يأتينا قائد تركي شجاع يقول نحن نريد أن ننهي هذا الصراع مع الأكراد، وأننا نريد أن يكون في هنالك حسن جوار بيننا وبين كردستان، حتى نصل إلى هذا اليوم. علينا أن نخطط جيدا وأن نشتغل يوميا على بث الوحدة بين الأكراد أينما كانوا، لأنه الذي يستهدف الأكراد في تركيا يستهدفهم في سوريا ويستهدفهم في العراق ويستهدفهم في كل هذه الأماكن. المطلوب هو وحدة الأكراد أينما كانوا، حتى يأتي يوم تصعد الشمس في على دولة كردستان إن شاء الله. وأنا أتمنى أني أحضر هذا اليوم إن شاء الله، ووقت لكل حادث حديث. طيب، المهم أنه الآن نعمل جميعا على إسقاط أردوغان. طيب، من القدس الأستاذ زيد الأيوبي، كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات التي نرت بها حلقة الليلة. وشكرا لك ضيفي من بروكسل الأستاذ حسين عمر، كاتب وباحث سياسي، على تلبية الدعوة على كل كلام القيم الذي غنيت به الطاولة المستديرة. وشكرا لك ضيفي من أنقرة سيد عبد المجيد، باحث وصحفي ومتخصص بشؤون تركية، على تلبية الدعوة على كل كلام القيم الذي غنيت به الطاولة المستديرة. شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.